بونسوار واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ابلود وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشه تيلي لوميير ونورستات. معنا اليوم بالحلقه جاد وسالي ومعنا شخص جديد بدنا نتعرف عليه. هاي رنا، فيك تعرفينا عن حالك شوي؟ اكيد انا دارسه صحافه وخلصت وهلا بلشت شغل وكثير بحب التلفزيون واكيد البروجرام ابلود فحابه اشارك معكم. يعني يمكن اليوم الموضوع تبعنا اجى على قد حسب اختصاصي. قبل ما نبلش مثل ما تعودنا بدنا بس نطلع على الصورة ونشوف شو شايفين فيها. سو أنا شايف شخص معتم عليه وفي عصفور بقلب قفص وحتى في أحرف يمكن طالعين واصلين تم وبده يقولهم بس مش عم يطلعوا بعد منه. دونك يمكن هيدي بتعبر عن حرية التعبير. يمكن حتى العصفور مثل ما بيقولوا خبرتني العصفورة شيء، كأنه حدا خبره شغلة وهو بده يعبر عنها بس ما انه قادر لأنه العصفور محطوط بقفص. يمكن القفص بفرش الـ مثل البارير يلي كل حدا عنده إياها يلي بيفكر فيها قبل ما يحكي أو يعبر برأيه. كلنا عنا هالعصفور الصغير فينا يلي قاعد بقفص لأنه ما بتعرف إذا رح تقوله معقولة يأذي، معقولة يكون ممنوع، معقولة يكون ينأخذ بطريقة غلط. كمان أنا بلاقي إنه بتبين عن أهمية حرية التعبير إنه كل شخص في جواته آراء معينة حابب إنه يعبر عنها وحابب إنه يقولها، بس كمان في قفص إنه مثل ما عم تقول البارير أو أشياء من برات هيدا الشخص كمجتمع كقانون بتمنعه إنه يعبر عن كل شيء بدور بفكره. يمكن كمان هم نقرا الكلمه اللي ظاهره من تمه للشخص هي اللي برتاه. صح، فبعتقد يمكن حذرنا كلنا شو الموضوع لحلقتنا اليوم يلي هو عن حريه التعبير او الفريدم اوف سبيتش. فبس انه شو بتعني لكم هالكلمه؟ شو يعني حريه التعبير برايكم؟ هي انه مثل ما كنا عم نشوف بالصوره كل شيء جواتنا من اراء من افكار معتقدات يكون عنا الحق ويكون عنا الحريه انه نقدر نعبر عنها ونقولها ونوصلها لغيرنا، نقدر نوصل هالرساله بكل حريه. اكيد هي حريه التعبير، يعني مثل ما بتقولي مثل ما جمله بتقولها هي الحريه واحد يعبر عن اللي بده اياه. هلا ما بنعرف اذا في حدود او ما في حدود، هلا we're gonna discuss it مع سوا يعني، بس هي basically بالاخر كل واحد منا عنده اراء، مش ضروري نكون مثل بعض كلنا، مش ضروري نفكر مثل بعض او نحكي بذات الطريقه. يعني بالاخر نحن هلا انفتحنا على كل العالم من بعد الجلوباليزيشن، الانترنت، السوشيال ميديا، يعني كل واحد منا بفكر بطريقه معينه. والفريدم اوف سبيتش بتجي بهالمرحله يلي هو انت تقولي عن رايك بلا ما تخافي من الكونسيكونس او من شيء اكزاكتلي. هي كمان حرية التعبير بتجي بالارتيكل 19 من شريعة حقوق الإنسان، إنه هي حق لكل شخص إنه يكون حر يعبر عن رأيه. بس مثل ما قال جاد بعدين رح نكتشف كيف لازم يعبر عن رأيه أو شو يلي بيحد له من التعبير. وبعتقد هلأ كلنا في كذا أشخاص عم بتناضل لأنه الشخص يضل عنده حرية التعبير ويحموله حرية التعبير تبعه. فليه برأيكم بعضهم عم بيفكروا يحموها لحرية التعبير؟ لأنه حرية التعبير هي حق لكل إنسان، يعني يعني كل شخص له حق يعبر عن اللي بده اياه. كمان انه مهدده لانه في كثير ناس ضد هيدا الشيء لانه يمكن بتنأذي، انه اذا انا بدي اعبر عن رايي ضد موضوع سياسي مثلا، في ناس الموجودين بالحكم ما بدهم اياني اعبر عن رايي واعبر عن الاغلاط اللي عم بيرتكبوها، فبيجربوا يمنعوني من انه اعمل هيدا الشيء كرمال يحافظوا على سلطتهم. بالمقابل لازم المواطنين يقدروا بالعكس لا يقولوا الاغلاط اللي عم بتصير، فكثير مهم انه نحمي حريه التعبير من هيدي النقطه. وكمان ما ننسى انه في بلدان ما عندهم ابدا هالحق، يعني صح مش هيك؟ يمكن بنلاقي الناس عم بيعملوا حركه كمان مضبوط. يعني نحن بنضل كلبنانيه عندنا كبلد عربي كمان اكثر بلد بتحسه عنده الانفتاح عندنا اكثر حريات من غيرنا، من اكيد كل انه البلدان العربيه غيرنا. بس وكمان حريه التعبير هي وحده انه اتس رايت عندنا اياه او بحق لنا كل واحد منا يكون عنده الحريه يعبر اللي بده اياه.
اكيد بالليميت رح نحكي عنها بعدين، بس انه هذا كيف نحافظ على الحقوق اللي عنا اياها، غير لازم نحافظ على هذا الحق يلي خلقنا فيه، ولازم كل واحد يكون اكيد. وطب نحن حكينا انه هي حريه التعبير حق لنا ولازم نضل عم نحميها، بس في محل بنوصل له يمكن حريه التعبير بتصير مشكله، بتؤدي لمشاكل معينه، اي متى ممكن هي تبلش تعمل مشاكل؟ اكيد انا برايي حريه التعبير بتبلش تعمل مشاكل وقتها تقرب على حريه غيرنا، مثل ما بيقولوا حريتك بتخلص وقتها تبلش حريه غيرك. وانت اول ما الشخص يحس انه اذا قال شيء معقوله يؤذي غيره، او يمكن يوصل مساج غلط عن بركة بلده او اذا كان بالغربه، لازم يفكر قبل ما يحكي، ولازم يشوف الكونسيكونس معقوله يوصل له هالحكي يعني. واكيد يكون عنده مثل مش يكون في اوتسايد مثل رقابه، بالعكس تطلع منه هو يقول لا ما بدي اذا غيري، ما بدي مش الدوله او حالة حدا يقدر يعني يتحكم فيه. كمان انا هون بحب نوه عن الفرق بين حريه التعبير والهيت سبيتش او خطاب الكراهيه. يعني في فرق بين انه اكون انا حر انه اعبر عن ارائي، وبين ما اكون عم بستعمل هيدي الحريه كرمال اذى غيري وكرمال حرد انه يصير غيري يصير في كره تجاههم، تجاه جروب معين. فهون بتصير بطل حريه التعبير، بصير انا عم بقول اشياء غلط عن غيري كرمال فرجيهم بطريقه بشعه. في كمان شيء معروف عن حريه التعبير هو انه كثير لها رقابه او سنسورشيب بالانجليزي بنقلها، انه في اشخاص بيكونوا مع في اشخاص بيكونوا ضد الرقابه. انتم شو موقفكم من هذا الموضوع؟ لكن لازم يكون في رقابه اكيد طبعا، بس كمان الرقابه فيها حدود، يعني مثل ما حريه التعبير لها حدود، الرقابه كمان لازم يكون لها حدود، ولازم يكون في لها قوانين واضحه واحد يلحقها. لانه ما فينا كمان نمنع حالة شخص يعبر عن رايه، كما فينا نسمح لحالة شخص يعبر عن رأيه بطريقة تأذي حدا تاني. دونك هون يمكن شغلة الناس اللي بيراقبوا مثلا التلفزيون أو الجرايد إنه يجربوا يحدوا من هالمشكلة، إنه عندما شخص يعبر عن رأيه أو كمان يتهم شخص تاني بشيء بلا بروف ممكن تسبب لشخص تاني أذى كمان، هيدي لازم يصير فيها تنمنع يعني من خلال الرقابة. بس كمان أنا بالنسبة لإلي في رقابه بيصير كثير صعب نحط حد لهيدي الرقابه، انه وين ببطل الرقابه، وين بيصير عم بيتعدى كمان على الفن او على الاعلام، وعم بجرب يوقفه من انه يعبر عن ارائه وعن معتقداته. فبس نبلش بالرقابه بيصير كثير صعب انه نميز بين الرقابه وبين انه نكون عم نتعدى على حريه التعبير. فانا بالنسبه لي لازم يصير في توعيه اكثر انه الاشخاص بحد ذاتهم هن يعملوا رقابه ذاتيه، مثل ما كنت عم تقول ساليه، صح، يعرفوا شو يقولوا وشو ما يقولوا بدون ما يكون شي داعي انه طرف ثاني تتدخل ويمكن ينزع شوي من المساج اللي عم بيجربوا يوصلوه. يمكن هون بيجي دور القانون مثل ما كنت عم بقول، ايه اذا كانت واضحه محدد، ايه اذا كانت واضحه شو لنا حق نحكي شو لنا حق ما نقول، ساعتها بتصير اسهل. مش انه الرقابه يعني انا اذا قررت هذا الشيء ما عجبني بمنعه، او لازم يكون في قوانين واضحه لكل شخص شو له حق يقول وما يقول. كمان اللي كنت عم تحكي لنا انه الرقابه يمكن تحد كمان من الكرياتيفيتي تبع الشخص، ما بقى يعني خلص بيعرف انه هدول الاشياء ممنوع انه تنعرض، ممنوع انه تنعمل، فخلص بطل مثلا يجرب يتقدم بشغله او يتطور. في كثير اكزامبلز اصلا بلبنان على الساحه الفنيه من مسرحيات او من افلام جربوا يحكوا عن مواضيع معينه شوي تابو بتعد، والرقابه ما خلتهم ينشروا هالاشياء، فكمان بياثر على مثل ما عم تقول الكرياتيفيتي وعلى الابداع الفني بمطرح معين. وهلا سالم حضرت لنا مثل اكتيفيتي او معلومات جديده لازم نتعلمها عن حريه التعبير. صح ريم، اليوم انا جايبه هيك كم اكسيدا او حادثه صارت من وراء الفريدم اوف سبيتش، يعني الناس جربوا يعبروا عن رايهم وتوقفوا بنوع من نوعا ما. رح نبلش اول شيء مش من زمان، كنا اكيد سمعنا بالاتاتا او السار الاعتداء على باسطنبول بنيو ييرز، وعرفنا كمان بشخص استعمل تويتر ليحكي يأذي اذا بدنا كل الضحايا تبع هذا الاعتداء. اكيد تعرفوا شوي عن القصه وعرفتوا انه انلقط
وحطوه بالحبس وعم بيحققوا معه كرمال يعرفوا شو القصه، لانه هو مثل ما بيقول في ناس بيقولوا عم بيقول انه سرقوا له الاكونت، في ناس عم بيقولوا انه لا هو هيك من قبل، في ناس عم بي they're attacking him personally انه هو شخص منه منيح منه يمكن طبيعي او شيء. انتم شو رايكم بالموضوع بشو صار من اقل من شهر هي القصه؟ ليك بهيدي الحاله هذا شخص يعني اذا بدك مس باحترام يعني هذا سجل كثير بدك حساس يعني هو يعني بدك اللي كان عم يلعب بالنار لما عمل هذا الشيء. يعني بعتقد انه اللي عمله غلط، ما بعرف يعني اكيد غلط يعني انه اول شيء اذى شخص ناس ثانيين هو العالم يمكن في عنده اهالي فكثير اذاهم هذا الشخص دونك ايه يعني لازم انه هيدا هو حر يقول هيدا الشيء بالنهايه، بس كمان لازم يفكر انه ما فينا نقول حيلا شيء حابب اقوله، لازم يفكر انه هيدا كمان بصير بتشهير بناس ماتوا، وموضوع مثل ما عم نقول كثير حساس انه في موت، في مثل ما عم بقول جاد ناس حزنانه على الضحايا، فما بيقدر كمان يجي يتهجم عليهم بهيدي الطريقه. صح، يعني احنا كمان بنشوف انه يمكن هو ما عنده هالقد فولورز على تويتر، بس وصلت فكرته ورسالته لكل اللبنانيين وحتى لبرات لبنان. يعني بنشوف قد ايه السوشيال ميديا هلا اذا قلنا شيء غلط او مفهوم غلط معقول يوصل ويسبب لنا مشاكل، لانه مش مضطرين انه يمكن هو حر يفكر لحاله انه اللي بده اياه، بس مش ضروري حتى ويستعمل كلمات هالقد ثقيله على السوشيال ميديا ويعمل لهم الحادث. يعني ما له زمان صار، يمكن دغري بلش انه حتى لو هو هيك معتقداته بس يقولون على تويتر وتاخد هالقد ضجه الخبريه بيكون عم بيسوق لهالافكار اكثر، وهي افكار مش كثير حلوه انه نشمت بهيك حادثه صارت بشعه. صح، هلا نحن بذات الوقت ذات يعني الحادثه هي ذاتها في كثير عالم على مجله اونلاين هي امريكانيه بس عندها فرع عربي، ناس حكيوا وعطوا رايهم مثل هيدا الشخص، ما حدا قرب عليهم ما حدا قال لهم شيء. هون في نقطة استفهام انه نحن ليه ناس عم بيكتبوا وعم بيعطوا رأي نيجاتيف بالخبرية ما حدا بيقول لهم شيء، بس حدا ليه قرروا يعملوا اتاك على هيدا بالذات؟ شو رأيكم انتم؟ ليه معقولة ما قربوا؟ في كثير عالم لأنه حكيوا هيك بأذى عن الخبرية بس ما قربوا عليهم، ليه بيت؟ يمكن طريقة تعبيره انه الكلمات اللي استخدمها، يمكن انا فيه يكون ضد اللي صار او بشكل عام، بس هو لانه تهجم على الاشخاص وكان كثير حتى يمكن سماهن استعمل كلمات كثير كلمات اللي استعملها، فهون انه الفرق يعني بالنهايه في طريقه واحد يعني اذا حتى هو يمكن بده يعبر عن شغله او حاله شخص بده يعبر عن شغله لازم يستعمل الكلمات المضبوطه، يعني كلمه كثير فيها باور اتس فيري باورفل يعني، فمهم واحد ينقي طريقه منيحه يعبر عن اللي بده اياه مش هيك كيف ما كان بيعبر. وكمان يمكن هوديك قلت لي تبينها محطة او مزبوط ولا هي مثل نيوز بيبر بس اونلاين يعني جريدة على الانترنت، يمكن بقلب المحطة كمان حتى عندهم اكيب كامل عم يشتغل على انه يراقب موظفينه او الاعلاميين اللي عنده كيف عم بيحكوا، دونك هيدي مهمة يعني كمان. مثل ما قلت في ناس سياسوا ورا الخبرية وصاروا يحكوا بيجيبوا سيرة السياسة والبلد يعني صارت كبرت القصة كتير، وما كمان يمكن اتطرقوا لمواضيع انه بهيدا الشيء اتطرقوا لقصص دينية كمان، يعني اذوا كذا كذا شغلة مش بس بارتي وحده. السوشيال ميديا بتصير حرية التعبير أكثر حساسة وأكثر كونتروفيرشل، لأنه ما بيكون في محطة عم تدعمه لهيدا الشخص وعم بتراقب كيف بيقول الأشياء، بالعكس بيكون هو عم بيقول اللي بده إياه وبتوصل لعدد كتير كبير، بتوصل أسرع. مزبوط، مين ما كان بيقدر يعبر عن رأيه. هلا تاني كمان خبرية صارت مش من زمان، استعمل حدا تاني فيسبوك هالمرة كرمال يحكي بالعاطل عن لبنان يلي هو بالآخر بلدنا، وحكي كمان استعمل كلمات كتير تقيلة ليقلل من قيمته للبنان، وعمل كومباريزون لغير بلدان ولغير شعوب بس بطريقة كتير بشعة مهينة لشعبنا. هو بالآخر هو صحافي لبناني معلم بتقوله انه مش معقول حدا مثله يطلع هيك حكي على فيسبوك. في ناس كتير وقفت معه وصارت تقول الفيسبوك اذا حطيت ستيتس على فيسبوك منا جريمة وما قتل حدا وما اذى حدا، وفي كتير ناس وقفت ضده انه انت باي حق عم تحكي هيك عن لبنان؟ هو يعني اكتر شيء اذى العالم لانه عم يعمل مثل كومباريزون بين لبنان وبلد تاني
وكأنه البلد الثاني أحسن منا والبلد الثاني يمكن أنتوا بتعرفوا أكثر بالخبرية، شو رأيكم وإنه مين معه حق أو كيف تفهم الخبرية؟ يمكن زملاء لقلوا بالصحافة دافعوا عنه، قالوا إنه الستاتس مش جريمة وصاروا ينزلوا صور إنه هن واقفين معه للشخص، وفي بالعكس ناس ضده قالوا إنه بدهم يسحبوا منه الجنسية وكتير طلعوا عنه كمان أحكام. مظبوط، بس ما بدنا ننسى انه هون الموضوع اكثر حساس لانه مش بس عم بيتطرق لمفاهيم او معتقدات دينيه او اجتماعيه، يعني عم بيحكي عن الوطن، والوطن بدق فينا لكلنا، يعني هذا المفهوم عن جد مشترك بين كل الناس، فكتير انه لازم ينتبه على كيف نحكي عن هيك موضوع يمكن ياثر بكتير عدد من الاشخاص. وبس عامل هيدا الكومباريزون مثل ما عم تقول سالي، يعني اصلا بيكون في شوي توتر اذا فينا نسميها بين الشعوب او بين البلدان، فهو عم بيحرض على خطاب الكراهيه من خلال هيدا الحكي، خصوصا انه هو لبناني وعم بيحكي هيك عن لبنان. يعني شو بده يفهموا الشعوب؟ الصحافه لازم يكون بيعرف عن اهميه السوشيال ميديا وعن الباور تبعه وقد ايه بتقدر تاثر بالعالم. ليكي هلا مظبوط اللي عمله يمكن شوي كان تابو، بس بالنهايه كمان هو يعني اذا بدنا نسمح لحريه التعبير كمان بدنا نتقبل العالم يقولوا شيء نحن ما بنحبه. So, يمكن هيدا disadvantage بحرية التعبير، بس مجبورين نتقبله إذا بدنا نسمح أو إذا بدنا نتقبل حرية التعبير. أنا هيدا رأيي، يعني حتى لو قال شيء يمكن كتير يعني حتى يمكن أنا بحبه أو أنت ما بتحبيه، بس مجبورين نحترم رأيه لأنه هي حرية التعبير بالنهاية. يعني هو انحبس أخذوه بس ما كتير قاعد بالحبس، بس منشوف انه في ناس مش مثلك جاد، في ناس اخذوها كثير بيرسونال انه بالاخر انه انت لبناني عم تحكي عن لبنان، عم تحكي عن بلدك بلدي، انه بهيك طريقه كثير كثير كانت قويه يعني، وحتى على فيسبوك. وهو كمان صحافي يعني عنده ناس بيسمعوا له بيقروا له، يعني عم يعني بيستعمل هالمهنه اللي عنده اياها لينشر اشياء يمكن ما انها حلوه ينشر عن لبنان. هلا ثالث شخص استعمل كمان السوشيال ميديا ليحكي عن رئيس سابق جمهورية لبناني، وكمان منشوف انه هذا الشخص لانه مس برئيس جمهورية تعاقب كثير بالحبس، وقعد وهو يمكن انه كان يمكن عم بيهت او عم بيحكي عن الطريقة اللي هو نقاها الرئيس، وأقل يمكن من اللي قبله، وقعد بالحبس لأنه مس بالرئيس الجمهورية. شو رأيكم؟ يمكن لأنه في قانون بيمنع هيدا الشيء، يعني موجود بالدستور بشكل كتير واضح أنه ممنوع نتعرض لشخص رئيس الجمهورية، لأنه هيدا الشخص ما بكون عم بتعرض له بس كشخص، بكون عم بهين بطريقة غير مباشرة الوطن بشكل عام لأنه هو رئيس هيدا الوطن. فيمكن كرمال هيك من هيدا المنطلق انحبس كل هيدا المدة الطويلة. بس بعتقد يمكن هيدا قصة إهانة شخص رئيس الجمهورية ما بتفرق كتير عن شخص يلي حكينا عنه قبل اللي أساء للبنان، لانه اساء بشكل مباشر للوطن وللارض حتى كمان حكى عنه. فبعتقد يمكن انه العقوبه لازم تكون مش غير عن قصه انه الواحد يهين شخص رئيس الجمهوريه كرأي. بس بالقانون لانه يعني هيدا واضحه اكثر قصه رئيس الجمهوريه، هيديك فينا نكون فيها اخذ ورد اكثر لانه شيء مش محدد. هلا اخر شيء اللي هو بعدنا شوي عن كل شيء قانون ودولة وهيك، في شخص حط على فيسبوك صورته حامل شهادته ومبين كتير اسم الجامعة واضحة، يعني وعم بيقول انه صرنا بزمن الشهادة بالجامعة ما بقى لعازة، فأخدتها كتير جدية الجامعة وتشكت عليه وكان بقى تاخد قرارات كتير ستريكت عليه سارمي، ام هو اعتذر فرت سحبت الشكوى. شو رايكم انتم بهالخبريه انه اذا انتم حكيتوا عن جامعتكم واجت جامعه تشكت عليك، بس متخيلي جامعه كبيره عم تتشكى على شخص لانه صور حاله مع شهاده. هلا هو حكي قال عن رايه، قال انه شهاده بطلت منيحه او بطلت يمكن توصلوا على هو شو متوقع من بعد ما ياخذ الشهاده معقول يوصل. شو رايكم انتم شو معقول يصير بهالحاله؟ شو كان مفروض يصير؟ هلا هو يمكن عم بيحكي على تيتر بيرسونال، يمكن كمان ما له حق يعمم، يمكن هو شخصيا شهادته ما ساعدته لبعدين، بس في غيره كمان يعني في كثير تلاميذ عنده هالشهاده، فاذا طلع صيت اذا هو طلع صيت انه هالجامعه شهادتها منا منيحه، شو ترك لباقي التلاميذ اللي عم جاي بقدموا على شغل؟ ممكن هون هي النقطه الحساسه اللي الجامعه عم جاي بتدافع عنها. وحتى حالة مؤسسه او حالة شخص له حق قانونيا
يدافع عن بدك إشاعة أو صيت أو حالة شيء حدا تاني عم بيحرض عليه ضده. يمكن هون الغلط هيدا اللي صار إنه بيّن اسم الجامعة، يعني لو عم بيعطي رأيه بشكل عام إنه عن الشهادات وعن المصاعب اللي بيلاقيها المتخرج من الجامعات إنه يلاقي شغل، كان بالعكس الناس سندته، لأنه في كتير شباب بتتعرض لهذا المشكل. بس بمجرد ما تعرض لجامعة بشكل خاص صار إلها حق الجامعة مثل ما عم بيقول جاد إنه تدافع عن حالها ضد هذا التشهير اللي عم بيصير بيستعمل اسمه بس هو يمكن ما كان قاصد بس هيد الجامعة إنه عن سبيسيفيك بس لانه بين اسمه يمكن مثل ما قلتوا انتم تشكوا عليه. هو قال جامعه معينه ولا بس بالصوره بينت هو صور حاله مع الشهاده وين مبين اسم الجامعه، يعني هو ما قال هالجامعه ما بتطلع شهادات منيحه، بس هو قال انه هالشهاده بطلت كثير انه فعاله بالهيدا المجتمع. وهلا بنخلص مع الاكتيفيتي اللي حضرت لنا اياها سالي، بنتوقف مع ميوزك فيديو وبنرجع بنكفي. Old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead. Breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love.
Sing out a new song today. هلا بدنا نحكي اكثر عن لبنان. انتم برايكم شو موقف لبنان بموضوع حريه التعبير؟ لبنان اول شيء وقع على الاتفاقيه تبع الامم المتحده وحقوق الانسان اللي حكيت عنها، وكمان بشكل اخص هو مخصص ماده من الدستور تتحمي حريه التعبير، وبتقول انه حريه ابداء الراي قولا وكتابه وحريه الطباعه وحريه الاجتماع وحريه تاليف الجمعيات كلها مكفوله ضمن دائره القانون. جد كان عندك شيء بتحب تقوله عن هذا الموضوع؟ انا هي قلته ديجا، كنت بدي انه ايه لبنان فيه حريه التعبير بس تحت غطاء قانوني معين، يعني في قوانين محدده. يمكن ما بعرف اذا كثير من اريون، بس بعرف انه في قوانين بتحد شوي من حريه التعبير او بتعطيها ليميت. في عقوبات لها، اذا في عقوبات لها مزبوط، ماديه او حبس كمان. صح، هي بقانون العقوبات بالماده 584 كل شيء قدح وذم وتشهير بحق شخص ثاني، يعني مثل ما كانت عم تقول سالي، بس توقف حريتي على حريه شخص ثاني، في عقوبه انه حبس من اسبوع لثلاث اشهر او حتى دفع غرامه ماليه من 50,000 ل 400,000. اوكي، وبعتقد من بعد اللي قلتي عن العقوبات، انت مع او ضد انه الشخص يتحاسب اذا كان عم بيقول خطاب كراهيه، يعني هيت سبيتش بالانجلي؟ اكيد مع، لانه بالنهايه عم بيأذي شخص ثاني، يعني يمكن اذا يعني عم بيحرض عالم على شخص ثاني، يمكن الشخص ثاني كمان ما يكون حتى يعني ما في ذنب عليه، فانه هذا شيء كثير خطير. اذا انا جيت انا مثلا حررت العالم على سالي مثلا، في عالم يكرهوا سالي يمكن يأذوها، دونك بالنهايه كانه انا عم باذيها لسالي، فاكيد لازم يكون في عقاب عليه. حتى في شيء جاد قلته انت بالاول، هي انه الكلمه كثير عندها قوه، انه اتس باورفل، لانه يمكن الكلمه فيها دغري تاثر بالاشخاص، تخليهم هن يتحردوا على بعضهم، او تخلق يمكن مثل تنشن بين العالم، او التمييز او ديسكريميشن بيناتهم، بس مجرد ما الشخص يكون عم بيحكي ما عم بيعمل شيء ثاني. ف
فأنت سالي شو رأيك بال هيت سبيتش؟ أنا بلاقي مثل ما قال جاد إنه نحن بالآخر بعالم السوشيال ميديا وهيك، يعني وانس يمكن حدا قال كلمة أو كفكرة أو شيء ضد حدا تاني، ما قلت كذا عالم بيلحقوا هيدا الشخص يوافقوا الرأي ويصيروا كمان هن يكبوا فكرة يكبوا كلمة، يعني يصير مثل كأنه بنشوف بيكبر هيدا الجروب ليصير ما بقى يتوقف. فأنا برأيي كل كريم خاصه بالفريدم اوف سبيتش أو حرية التعبير لازم مثل نعمل له انفستيجيشن أو نشوف إذا هيدا الشيء بيتقاسس، أو بركة ما أقول إن إذا عمل مثلاً اعتذار بيبليك مثلاً إذا بيقطع، لأنه أنا بلاقي الأساس بالآخر منه حل. أنا هيك بلاقي برأيي لازم مثلاً هو يعرف الشخص إنه اللي عمله غلط، بركة بيعتذر قدام العالم، بركة بيعمل مثل توعية إنه لا أنا ما كان قصدي، وإنه هيك العالم يلي لحقته بدل ما تقول هيدا انحكم ظلم أو انحكم لأنه دولة أو ما إنه بيكون هو عرفه انه هو عرف انه غلط وهو لحاله قال انه انا غلطت. وهيك انا هيك برايي البينيسترون يعني او العقاب كثير ثقيل اوقات بهيك كيسز. يعني انت برايك الاعتذار هو الحل الافضل من العقاب؟ او انه هو الشخص اللي عمل هيدا الشيء الكبير يعني اللي عم نحكي عنه هو لحاله يقول انه انا غلطت وبركي بعتذر من هيدا الشخص وما كان قصدي او مش محل احكي مثلا. اصلا بنشوف كثير حالات يعني كل يوم بتصير حالات من هالنوع، يعني بيطلع واحد مثلا بيتهم شخص ثاني بيجي بعدين بيعتذر. فبعدين كثير مهم واحد ما يتهم شخص بلا ما يكون عنده برهان. انت ما في انا هيك من راسي اتهم شخص بشيء واذي شخص ثاني بهالطريقه بلا ما يكون عندي برهان. هاي كمان كثير مهمه. كمان ما فينا كثير نعاقب وكثير نحط قصاصات على كل شيء، لانه تبطل حريه التعبير بصير في ديكتاتوريه بالبلد. فكثير صعب انه نقدر نحط هيدا الخط الفاصل بين حريه التعبير، بين نحمي حريه التعبير وبين نحمي كمان حريات الغير ونكون ضد خطاب الكراهيه. طب واي اكثر مجالات هي بتتطلب انه الشخص يكون عنده حريه يعبر عن رايه؟ هو اكثر شيء الميديا او كل شيء خاصه جورناليزم للتي في للسوشيال ميديا وحتى لكل شخص لازم يكون عنده مثل مفهوم معين من حريه التعبير ويعرف هو وين حدوده وين حدود غيره كيف يقدر قد ما في يوصل فكرته بطريقه حلوه وهيك. انا برايي واليوم بوجود السوشيال ميديا حيلا شخص منا صار قادر يعبر عن رايه، فكتير مهم انه يكون في حريه تعبير لكل شخص يقدر يعبر عن رايه من خلال السوشيال ميديا او حتى من خلال بعض الافعال اكثر على الارض، المظاهرات الحملات اللي بنقدر نقوم فيها. يعني من خلال حيلا وسيله بتوصل مساج لعدد كبير من العالم لا شو ما كان كتابة كل المجالات نحن بحاجه لحريه التعبير مش بس بالصحافه، يمكن بالاعلام بشكل عام او الفن، يعني حيلا شيء في نوصل مساج من خلاله لعدد كبير من الاشخاص لازم يكون في حريه تعبير. طيب وهلا رح نختم حلقتنا مع آية من الانجيل بدها تخبرنا عنها رنا. مزبوط، آية اليوم من افسس 4:29 وهي بتقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجه كي يعطي نعمه للسامعين. يعني هون كثير مهم انه ننتبه على كل شغله بنقولها ما يكون فيها كراهيه، ما يكون فيها تشهير او ناذي شخص اخر، لانه الكلمه كثير باورفل مثل ما سبق وقلنا، وحيالا كلمه بتقدر تاذي او يكون لها نتائج نحن ما نكون مفكرين فيها. فنجرب قد ما فينا انه كل كلمه بتطلع منا تكون فيها رساله خير، ننشر كلمة الله أو نعطي صورة حلوة عن الأشخاص الغير حتى ما نأذي حدا، وبالعكس نكون عم نبني علاقة حلوة بيننا وبينهم. انتو شو رأيكم؟ بتوافقوني؟ أكيد موافقة. هلأ بختام الحلقة بس بدنا هيك نوصل مثلا مساج أو نحن كيف فينا ننصح العالم أنه هي تحترم آراء غيرها وتقدر تعبر عن رأيها بس بطريقة أنه إلا بعدين ليميت ما تتخطيهم. لازم العالم أو حيلا شخص منكم يعبر عن رأيه بلا ما يأذي شخص تاني. هيدا النقطة اللي أنا بشد عليها. أكيد أنا كمان بشد كثير على أهمية إنه كل إنسان يعمل رقابة على حاله، نعبر عن رأينا بس بنفس الوقت نفكر بتاني شخص قبل ما نحكي. وأنا أكيد بفكر تاني تكون الرأي، بس بحب زيد كمان إنه دائما نفكر لبعدين، يعني نحن الشيء اللي عم نقوله هلا شو رح يأثر، شو رح وين رح يوصل، مين رح يأذي، مين رح منشوف قدي رح يوصل لكم انه شخص بركي حوالينا ايه، ونشوف اذا الا عازة تنقال، اذا يمكن بتفيد
منقولها، اذا لا منفكرها لحالنا. يمكن اكثر شيء في جمله بدي اعلق عليها هي اللي قلتيها انت سالي، انه نحن حريتنا بتخلص بس تبلش حريه غيرنا. يعني نحن بس نحس حالنا انه عم نتعدى على حريه غيرنا، هون لازم نوقف اللي عم نعمله لحتى ما ناذي وما نوصل للكونسيكونس اللي منا منيحه. ومع هذا الحكي بنختم حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا على كل السوشيال ميديا، فيسبوك انستغرام وتويتر، على ابلود ديلي شو. نشوفكم بكره.
this heart that is now yours.